مساء الخير عليكم عزيزاتي اعزائي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء في امان الله. اليوم غادي نحضر لكم بانكيك بالشوكولات ديال الدهن، كيجي لذيذ بنين وكيجي من جد ان تري تري بون اون تري بون الترناتيف يا اما على قبل البرانش. دايوغ في هذه السلسله انا غادي نحضر معكم ان برانش سبيسيال سان فالونتا اللي تقدروا انكم تخليوه واخا لا سان فالونتان جات لو ميركودي جو بونس، تقدروا انكم تخليوها حتى السبت ولا الحد وعاد تقدموها ما بيناتكم. دونك لهاد البانكيك ليش كنحتاج؟ فلهاد البانكيك كنحتاج الكاس ونص ديال العنبه. انا دابا تحت طلب ديال العديد من الصديقات غادي ندير العبر بكاس العنبه. كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق ما يعادل 150 غرام، كاس ديال العنبه ديال الحليب، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال السنيده، باكيه ديال الخميره الكيميائيه 7 غرام، جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، شويه الملحه بيضه، وبيان سور الشوكولا ديال الدهن. باردون، دونك كيسكو جو في؟ انا كلشي غادي نديرو في الخلاط الكهربائي بحال البانكيك بحال الكيكه، دونك يا با دو بروبليم. فوالا، غندير جميع العناصر في الخلاط الكهربائي، غادي نخلطها، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو كيفاش كنطيبو لي بانكيك ديالنا، لان الطريقه ديال الطياب ديالهم هي اللي فعلا غنزيدو شويه الملحه، هي اللي غادي تخليهم معمرين داك الشوكولاته ديال الدهن البيضه ديالنا، اي بيان سور الخميره الكيميائيه. غنخلط هادشي كله، غنتلاقاو باش نشوفو كيفاش كنطيبو لي بانكيك بشوكولاته الدهن. في المقله ديالنا اللي ما كتلصقش تقدروا تاخذوا مقله ديال التيفلون، انا هنا خديت مقله ديال السيراميك، كندير واحد شويه. لاسوس هو انكم كتاخذوا ان بوتي بابي وكديروا فيه شويه ديال الزبده، ومن بعد كدوروا، واخا هي ما كتلصقش ولكن سامبلومون باش نغارونتيسيو بانها ما تلصقش لينا. فكناخذوا شويه ديال الخليط، الخليط ديال البانكيك كما قلت فكيجي ماشي بحال الخليط ديال الكريب، كيجي عقد واحد شويه. فوالا كنكتفي بهذا القدر. من بعد كناخذ شويه ديال الشوكولاط ديال الدهن وكنديرو في الوسط ديال البانكيك ديالي. فوالا، وكنعاود نضيف عليه واحد القضيه هكا. فوالا حتى كنغطيه، كنستمر هكا كنطيب لي البانكيك ديالي من التحت. من بعد ما كطيب من التحت فكنقلبها باش طيب على الوجه الاخر. كيخصكم تعرفوا بان البانكيك كيطيبكم مع على نار شويه مهيله باش ما كيتحرق شيء، لانه الى تري فراجيل. دونك كنحاولوا اننا نطيبوا على نار مهيله ما تكون شيء قاصحه بزاف. ملي كنشوفوه طاب من واحد الجانب فكنكتفيو اننا نقلبوه للجانب الاخر، وهكا حتى كنقوموا فكنحركها واحد شويه باش نشوفها الى طابت. هي راه ملي كطيب راه كتقصح شويه من الجناب، باش نشوفها واش طابت من التحت. صافي جو بونس كو سي بون، دونك غادي نهزها بلا سباتول ديالي. فوالا على هاد الشكل هذا. غادي نلاحظوا بان البانكيك ياخذ واحد شويه لو فوليوم فهو كيتنفخ، دونك منين كنحسوا بيه بانه طاح طب من الجهه الاخرى كنحيدو، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنطيبوا لي بانكيك ديالنا كلهم. غنتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كنقدموهم مع كويس ديال العصير ولا ان شيك، وسورتو الوليدات مع كويس الحليب. البانكيك ديالنا هو دا من بعد ما وجد كيجي هائل ورائع بزاف. فكما قلت لكم بالنسبه لو بتي ديج ولا لو برانش ولا لو غوتي، بالنسبه للاطفال وحتى الكبار كيجي اون الترناتيف للسمن ديالنا ولا المغرب ولا الحرشه. كيبغيو بزاف الدراري الصغار نقدروا ما نعمروش غير بهاد الشوكولات الدهن، فكاين بزاف ديال الطرق باش نعمروا لي بانكيك. غادي نحضروها او فيغ ا ميزور ديال لي غوسيت. فضلت انني نقدمو بكويس الحليب، انا غادي نحل بحيده باش تقدروا تشوفوا كيفاش كيجي البانكيك
على هاد الطريقه هادي. عرفتي واش كتشوفوا هنايا؟ فوالا ملي كتجي معمره فوالا هي كيفاش كتجي معمره من الداخل داك الشوكولا ديال الدهن. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم بانكم تحضروها. اذا كانت الفكره عجبتكم ما تنساوش تابوناو في القناه، ديروا لايك وتبعثوا لي بلي كومونتير ديالكم. كنتمنى لكم شهيه طيبه والى اللقاء.